بني وطن اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. في 26 يوليو 1952 أنهى الضباط الأحرار حكم الملك فاروق واللي استمر 16 سنة، وكان عمر الملك وقت التنازل عن الحكم 32 سنة. بيشوف المعارضين لحكمه انه ما كانش في عهده استقرار سياسي، وكان في تفاوت طبقي وخضوع للاستعمار، وان الملك كان محل الجدل وانه كان مستهتر، ده غير الاشاعات اللي خرجت على حياته الشخصيه واتهامه بالفساد والثراء الفاحش. وبيشوف مؤيديه ان حكمه شهد العديد من الانجازات الثقافيه والعمرانيه، وايضا انضمام مصر الى عصبه الامم والغاء الامتيازات الاجنبيه في مصر، وان الوضع السياسي والاقتصادي في عهده كان افضل. تعالوا بينا نتعرف على الملك فاروق وفتره حكمه في عيون معاصريه. كمان انت عندك حنين للملكيه شويه. طبعا شويه كتير كي. انا ملك ارستقراطي فلول كل اللي انت عايزه. واحنا كنا قريبين جدا من القصر الملكي وكنا قريبين من الملك، والملك كان دايما بيقول مولانا، كان بيسميني انا مولانا، وكنا لما بنروح في شم النسيم والاعياد يقول مولانا جه، مولانا فين. خالتي كانت وصيفه الملكه، وخالي كان رئيس الحرس الملكي، فكنا قريبين جدا من القصر، وبالتالي كنت متواجد يعني، وكان يدينا بومب نلعب بيه نضرب بيه في سرايه عابدين. طبعا الملك فاروق كان ملك ذكي جدا، في يوم الايام قال ان هيبقى في العالم خمس ملوك، اربعه في الكوتشينه وملك انجلترا. كان دايما بيقولها يعني. هي الملكيه في النهايه يعني مسيرها للزوال يعني. كنا مستقلين. الملك فاروق اخذ قرار دخول حرب 48 على عكس راي الانجليز. انا بفضل النظام الملكي، وبشعر ان مصر في خلال الملكيه كانت دوله ديمقراطيه، وكان هناك برلمان قوي، وكانت دوله عظيمه، وكانت دوله عظيمه، ومحمد علي عمل دوله في منتهى التطور لدرجه ان هو هدد الاستانه في وقت من الاوقات. يعني النهارده لما بسافر دول ملكيه، الدوله الملكيه حتى في المنطقه العربيه مختلفه تماما عن دوله الجمهوريه تماما. الشعب مختلف، تفكيره مختلف، معرفش في احساس اخر يعني. في النهايه ثوره يوليو حققت مكاسب كثيره للشعب المصري، بس انت بتتعامل معها انها انقلاب، وما كان في خسائر كثيره برضو للشعب المصري، ولا ما كانش يعني؟ يعني في يعني حرب اليمن دي اللي مات فيها الافات يعني، وحرب 67 يعني، الهزيمه القاتله اللي مرينا فيها دي دمرت الانسان المصري من جوه. فاروق كان ملكا وطنيا حتى النخاع. بعدين عايز اقول لك ده انت اقصيته عن العرش وهو 32 سنه، اريد 20 وشلته 52. كان لسه شاب، وحتى نسائياته كانت قضيه يعني محل جدل مش مؤكده، وكان لا يشرب الخمر. عكس كل الادعاءات لا يشرب الخمر. خلاص، وكان عنده درس 4 فبراير 42 مخليه يكره الانجليز جدا 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 جدا، فمحدش يزايد ويقول كل يدمغ كل ما قبل 23 يوليو 52 بالسواد. شكل الحياه في مصر ازاي وهي ملكيه؟ كويسه قوي، حد لاقي، احنا كنا زي الفل. الله. كنا فل كمان. طبعا كان في بشوات مش كويسه، في بشوات كويسه، وفي الوحش وكويس. بس جل عبد الناصر ده يعني قاسي جدا. سليمان عز قائد القوات البحريه. ايوه، الملك فاروق. ما جم حصروا القصر ثلاث دبابات، اخذ البحريه بتاعته طلع بيها في البحر، كلم الملك قال له اؤمر يا مولاي انا طيرهم لك في ثانيه. ده معاه 6 بوصه يعني، يطير اللي ما يطير. يطلع 6 بوصه. قال له اؤمر يا مولاي. قال له لا، انا ما عنديش مصري يضرب مصري، ما رضيش. ده من بؤ سليمان يعني، مش مع سمع. الله يرحم ايام زمان، كنا في نعيم الملك اللي بيقولوا عليه الملك الفاسد، كنا في نعيمه الملك فاروق. يعني انا مواليد 30، اتعلمت في مدرسه كفر سليمان الالزاميه في مدرسه فرسكور الابتدائيه، وفيها جنينه كبيره علشان الولاد الاطفال دول يتعلموا فلاحه بساتين، وكان في مدرس فلاحه البساتين، وكان في مطعم محترم ما حصلش حاله تسمم العمر كله. ده المستوى اللي كان ايام الملك الفاسد. الله يبقى الله يرحمه الملك فاروق. ألف مليون رحمة تنزل عليه. احنا كنا في الجامعة أيام الملك فاروق، فأنا عارف برضه من أيام الملكية، ومن أيام الملكية كان كل الناس من العلم والمعرفة والثقافة، كان دي مهمة جدا، وكانت الناس اللي هي ماسكة الأمور متعلمة ومثقفة، فكانوا يعرفوا يتعاملوا إزاي كويس يعني. ما تلاقيش رئيس جامعة إلا راجل محترم جدا، كاتب وعنده كتب وعنده كذا ومثقف، ذاك أيام الملك فاروق. عرفنا بقى إن هو لا، الملك فاروق كان لا بيسكر، فاكرينه كنا احنا بنفتكره سكير وعربيد. هو لا سكير ولا عمره ده. هو الصحافه صورته كده في العهد الملكي الاخير ده، كانت العلم والمعرفه والابحاث والكتابه والادب والكذا وكذا، كان كله كويس خالص. الانتاج الثقافي والانتاجات الانتاج الفكري هايل جدا. ده كان في مثل بيقول ايه، القاهره تكتب ولبنان تطبع وبغداد تقرا.
كان في هنا السفير البريطاني وقبله كان موجود هنا المندوب السامي البريطاني وكنا تابعين لإنجلترا وما كانش لينا أبدا الحق في أن نتبع سياسة خارجية مستقلة. طبعا النتيجة أن ما كانش لينا أبدا أي سمعة في العالم أو أي سمعة دولية إلا طبعا سمعة الملك فاروق أنه بيروح كابري وبيروح روما وبيروح أبرص وبيروح رودس، وانتوا عارفين السمعة دي كانت على أي شكل وعلى أي أساس. الملك فاروق يعني كان له أخطاء، الأخطاء الشخصية أنه كان مستهتر، يعني يتردد على بعض الأندية الليلية ويلعب كارت. طب ما تلعب في القصر عندك، كان مستهتر من ناحية دي، ما تهموش إنها الشخصية دي. الخطأ العام بقى الرغبة في الحكم والاعتداءات الدستورية، ودي بقى كان بيشجعوا فيها مع الأسف أحزاب الأقلية. وما كانش يحتسي الخمر زي ما كانوا بيقولوا، وكان بيشرب سوائل جامدة لأن والدته عايشة بنص كده، فكان بياخد كميات مهولة من السوائل. طب هو كان لا يشرب زي ما حياتك بتقولي ولا ويصلي، طب ويصوم. ويصوم. طب امال ايه اللي كان بيعمله من المحرمات اذا سمحتي لي؟ والله يرحمه يعني كان يمكن كان لازم افتكر كان يحب يروح نادي سيارة، بيفضوا طبعا الشارع كله، بيبقى لهم يعني 4-5 اللي قاعدين يمضي يعني الوقت هناك. طب وهل السهر في نادي السيارات من المحرمات؟ لا يعني لما يكون في أزمة لازم أحلها وبعدين يعني يقدر يعني معرفش من وجهة نظري كوتشينة أفتكر يعني أظن ما شفتيهوش حياتك أبدا بيلعب كوتشينة؟ لا شفت. وأمي بتلعب كوتشينة مع الملك بتاع حاجات، كنت بروح البيت ألاقي الملك قاعد بيلعبوا بوكر ولا مش عارف بيلعبوا إيه هو وأمي. يعني أنت شفت الملك فاروق؟ كتير أوي بس ما كلمتوش. أنا كنت بدخل كنت صغير أدخل كده ألاقيهم قاعدين وأروح الأوضة بتاعتي أنام. يعني أيام الملك فاروق أنت شايفها أفضل من الأيام اللي جت بعد كده أيام عبد الناصر؟ لا أيام عبد الناصر في الأول كانت هايلة. أنا كنت بتخانق مع أبويا، أبويا كان ضد، كان عندنا أصحاب كتير عندهم أملاك أراضي بدروية على مش عارف إيه، كل دول كانوا أصحابها. اتاخدت منهم بقى أيام عبد الناصر؟ فكان متضامن مع صحابه، متضامن مع صحابه ومتضامن مع الملك عشان الملك صاحبه. عشان كده أبويا طبعا كان صاحب الملك، كان ضد كان صاحب الملك، بيروح يصطادوا مع بعض، كان يروح الصيد مع الملك في دهشور ويضربوا البط ده في الشتاء بقى، يقعدوا في لبده كده يستنوا بقى البط ويضربوا ويجيبهم البيت ويطبخهم وناكل. الملك بقى كنا عارفين كل البوظان اللي بيحصل والفلوس اللي بتترمي والحاجات ده في الكازينوهات وفي الحاجات دي وفي السفر. فجاء اخيرا حد عرفنا ان عبد الناصر هو اللي كان ورا الحكايه دي كلها، وحبنا الشباب حبوه موت كل الشباب. طب حضرتك حضرت حفل زفاف الملك فاروق؟ ايوه، هو اول حاجه انا اتخضيت منها جمال الملك فاروق. اولا كان لابس بدله زرقاء، انا كنت مش كحلي يعني ولا بتاع، كان لابس بدله زرقاء سماوي كده، وكان لابس نظاره غامقه والشامبر بتاعها ذهب، وواقف حاجه خطيره من الجمال. ملك يعني ملك، مش ملك وبس، ده ملك انما ايه يعني ملعلع من الجمال، يشرف مصر يعني. والله. وقعدت بقى في وسط الاولاد كده، وانا فاكر انا كنت لابس ايه، كنت لابس بدله قطيفه سودة بشورت. 1952 تحصلت على الثانويه العامه، بكيت عندما سقط فاروق. نظام عشنا معاه فترة طويلة وحبينا الملك فاروق فترات طويلة من شبابه، وتعلقت به آمالنا رغم المحاولات الكثيرة التي تمت بعد ثورة 52 تغيير صورة الملك فاروق. ظل فاروق بالنسبة لنا المدرسة الأنظف والأكثر تطورا والأكثر اتصالا بالعصر والأكثر رحابة. كنا مسلمين وأقباط لا نعرف على وجه الإطلاق فرقة في الدين، الدين لله والوطن للجميع، وسواء كنت مسلم أو سواء كنت قبطي فإنك أولا مصريا. هذه الفترة التي اتسمت حقيقة بالوجدان المصري والوجدان الوطني القوي أنا تربيت في ظله. سليمان نجيب كان هو مدير الأوبرا فعزم حضرتك على حفل كان فيه جلالة الملك. أنا شفت إن هما بيبوسوا إيد الملك. فأنا لما طلعت السلمتين ما بصش إيده، سلمت كده عليه عاد، فضحك الملك قال ها 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 ضحك. ونزلت. فجاء سليمان بنجيب قال لي إيه اللي عملتيه ده؟ قلت له إيه؟ قال لي إزاي ما تبوسيش إيد الملك؟ أنت مش شايفة الغزرة والدنيا كلها بتبوس إيده؟ قلت له والله لو كنت كتبت
في الدعوة إن حبوس إيد الملك ما كنتش حاجي. فبعد شوية وإحنا على البوفيه شميت ريحة دخان كده سيجار ولا حاجة فلقيت الملك فاروق وراي قال لي أنت بقى مديحة مش كده؟ قلت له أيوة يا فندم وراح سايبني وراح ماشي وراح ماشي. لا بس في بقى يعني حدث إعلان عن حرب مشاركة في حرب فلسطين سنة 48 جيئة بالضباط في قصر القبة. كان أول مرة أخش قصر القبة. الملك أعلن إن إحنا هنخش الحرب. طبعا كان السلام معاه تقبيل اليد. فابتدى وزير الحربية ثم رئيس الأركان كان إبراهيم باشا عطالة ثم كبير اليوران كان عمر باشا فتحي إلخ 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 وابتدى إيه الضباط بالدور بتاع. طبعا كان هيجي عليا الدور وإذا جه عليا الدور يعني لازم أقبل وإلا أعمل موقف يمكن يكلفني وظيفتي فيما لا يساوي. فدعيت ربنا إن ربنا يعني إيه يخلصني من هذا الموقف. وإذا بي قبل ما أوصل بخمس أفراد يظهر زهق بقى من عملية البوز دي ففض المولد ده. ولكن ربنا ادخر لي بقى عملية بتاع ده التسليم عليه بس بدون تقبيل بقى في فوق المركب. هو الملك فاروق لم يكن فاسدا بالدرجة التي يصورها البعض بل كان وطني جدا ويحب مصر كده. لكن المحيطين به وكانوا بيخوفوا الملك فاروق ان نحاس باشا ناوي يقلبها جمهورية ولم يكن هذا في الحسبان مطلقا. لكن فعلا كان في فساد في الحكم في ايه وزارة ما تقعدش شهرين وتتغير. عايز اقول لك ان اللي قاله لي بقى الشيخ الشعراوي عن لسان انور السادات كان في القناطر الخيريه وكان جالس معاه فبيقول له شيخ شعراوي ادعي لي اعرف ارجع مصر قبل 52. الشيخ بيقول لي انا استغربت الرئيس انور السادات فقال له شعراوي انا ما قلتش حاجه. قال له انا ما سمعتش حاجه يا سياده الرئيس. فطموح هذا الزعيم بهذه القدره ان يعيد مصر الى ما قبل 52. الله طب ما احنا صرنا في 23 يوليو الشعب كله صرنا على كلمة سياسة وسياسي علشان افقدونا احترامهم حقيقة ووصلوا الحضيض وعلى رأسهم الملك وعلى المصريين قدام الانجليز كده وعلى المصريين عتاولة عملوا زعمة وحكاية كبيرة واحد يقول لك انا باشا ابن باشا ايه ده ده كنت كانوا بيدوكوا بالصرم الانجليز ايه ده انتوا الملك بتاعكم فمان اللي اداكوا البشاوية كنتوا بتاخدوا بالصورة. الجدير بالذكر ان في عهد رئيس السادات حدث تقارب بين الرئيس واسرة الملك فاروق وطي لصفحات الماضي. لما اندلعت حرب اكتوبر ارسل احمد فؤاد ابن الملك فاروق مبلغ لمصر كمساعدة منه للمجهود الحربي. ولما علم الرئيس السادات تأثر وقرر انه يرد للملك احمد فؤاد الجنسية وجواز السفر المصري ولعائلة الملك فاروق بعد سحبهم منهم لفترة طويلة. فتشجع أحمد فؤاد وطلب من الرئيس السادات نقل رفات الملك فاروق من حوش الباشا بالإمام الشافعي إلى مسجد الرفاعي لأن الملك فاروق كان وصى أنه يدفن في مسجد الرفاعي مع والده وأجداده. فاستجاب الرئيس السادات ولما تزوج الملك أحمد فؤاد أرسل للرئيس تهنئة وسيف من سيوف الملك فاروق وسمح لمولوده الأول محمد علي بأنه يتولد في مصر في نفس المستشفى اللي اتولد فيها والده أحمد فؤاد. واستقبل الرئيس السادات الملكة فريدة في منزله في الجيزة.